كان الدارمي المكي شاعرا ظريفا، وكانت متفتيات أهل مكة لا يطيب لهن متنزه إلا بالدارمي، فاجتمع جماعة منهن في متنزه لهن وفيهن صديقة له، وكل واحدة منهن قد واعدت هواها، فخرجنا حتى أتينا الجحفة وهو معهن، فقالت بعضهن لبعض: كيف لنا أن نخلو مع هؤلاء الرجال مع الدارمي؟ فإنا إن فعلنا قطعنا في الأرض. قالت لهن صاحبته: أنا أكفيكنه. قلن: إنا نريد ألا يلومنا. قالت: علي أن ينصرف حامدا، وكان أبخل الناس. فأتته فقالت: يا دارمي، إنا تفلنا، فاجلب لنا طيبا. قال: نعم، هو ذا، آتي سوق الجحفة آتي كن منهن بطيب. فأتى المكارين فاكترى حمارا، فصار عليه إلى مكة وهو يقول: أنا بالله ذي العز وبالركن وبالصخرة، من اللائي يردن الطيب في اليسر وفي العسرة، وما أقوى على هذا ولو كنت على البصرة. فمكث النسوة ما شئن، ثم قدم من مكة، فلقيته صاحبته ليلة في الطواف، فأخرجته إلى ناحية المسجد وجعلت تعاتبه على ذهابه ويعاتبها، إلى أن قالت له: يا دارمي، بحق هذه البنية أتحبني؟ قال: نعم. فبربها أتحبينني؟ قالت: نعم. فيا لك الخير، فأنت تحبيني وأنا أحبك، فما مدخل الدراهم بيننا؟ قدم المدينة تاجر من أهل الكوفة بخمر، فباعها كلها وبقيت السود منها فلم تنفق، وكان صديقا للدارمي، فشكى ذلك إليه، وكان قد نسك وترك الغناء وقول الشعر، فقال له: لا تهتم بذلك، فإني سأنفقها لك حتى تبيعها أجمع. ثم قال: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا صنعت براهب متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. وغنى فيه أيضا سنان الكاتب، وشاع في الناس وقالوا: قد فتك الدارمي ورجع عن نسكه. فلم تبقى في المدينة طريفة إلا ابتاعت خمارا أسودا حتى نفذ ما كان مع العراقي منه. فلما علم بذلك الدارمي رجع إلى نسكه ولزم المسجد.